السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا جماعة هنشوف أول درس في ليسون 1 في جريد 5 في الماس. هشوف حاجة اسمها approximate to the hundreds. يعني ايه approximate to the hundreds؟ ان انا بعمل عملية الابروكسيميت to decimal places. طيب يعني ايه to decimal places؟ يعني انا مثلا هاجي ابص هنا نشوف الامثله علشان تقدر ان انت تستوعب معايا. انا عايزه للهندردز. طب للهندردز معناها ايه؟ هبتدي ان انا اقف عند ده 1 ديسمال بليسز 2 ديسمال بليسز، اقف عند الهندردز واحط بوينت كده وابتدي اشوف الرقم اللي قبلها. لو الرقم اللي قبلها ده ماشي bigger than 5 معنى كده ان انا هنا اجي اعمل plus 1. لو الرقم اللي قبلها smaller than 5 ماشي معنى كده ان الرقم ده خلاص انا بحذف الرقم دوت واسيب ده زي ما هو. طيب يبقى معنى كده ان ده عشان اعمل له approximate، دي علامة الابروكسيميت، بيساوي كام؟ هيساوي 0.53. ليه؟ لان دي 5 ماشي كده bigger than or equal، دي 5 يبقى ايه؟ هتعمل plus 1 على اللي جنبها. واضحة كده يا جماعة؟ نشوف مثال تاني. 5.9184. طيب برضو بشوف بعد 2 decimal places لان انا عايزه approximate 200، هحط بوينت عند ال 100 وابتدي اشوف اللي قبلها 8 معنى كده انها bigger than 5، يبقى معنى كده انها هتعمل plus 1 على ال 1 وتبتدي انها تشيل ده، يبقى دي equal كام؟ 5. واضحة كده يا جماعة؟ طيب نشوف مثال تاني. لو عندي حاجة زي كده هبتدي برضو ان انا اقف عند الهندردز واحط بوينت اشوف اللي قبلها ماشي اللي قبلها دي bigger than or equal 5، equal 5 يبقى معنى كده انها هتعمل plus 1 ماشي على دي، يبقى دي equal 5. تمام. طيب نشوف مثال تاني. لو عندي حاجة مثلا عايزين نشوف مثال كده يكون فيه ماشي حاجة زي كده 995 دي كتير قوي بيتلخبط فيها. طيب هاجي هقف عند الهندرس وقفت هنا، طيب الناين دي هتتحول لإيه؟ المفروض انها لو انا جيت زودت 1 دي هتتحول لتن، تن ما ينفعش، ازود هنا 1 دي برضو هتتحول لتن، تن ما ينفعش، يبقى هروح ازود هنا 1 ماشي، يبقى الاجابة بتاعت دي هتساوي 1. واضحة كده يا جماعة؟ ماشي. هبتدي ان انا اشوف حاجة تانية مثلا على شكل فراكشن. طيب فراكشن عايز احوله لديسيمال، طب دي اوفر ايه؟ اوفر 1000، يبقى دي هتساوي، يبقى معنى كده ان ديسيمال بوينت بعد 3 بليسز، يبقى انا كده حولتها من الفراكشن لشكل ديسيمال وابتدي ان انا اعمل النيرست 200، هقف برضو هنا وابتدي ان انا اشوف اللي قبلها. طيب الفور smaller than 5 يبقى معنى كده ان انا مش هغير حاجة، دي هتتشطب بس، يبقى دي هتبقى equal. واضحة كده؟ ماشي. طيب نشوف مثال تاني. لو عندي حاجة fraction فيها whole number بالشكل ده، انا عايز احول الفراكشن لديسيمال نمبر. طيب التو دي whole number بسيبها زي ما هي، هاجي هنا عايزه احول الفراكشن ده، كنا واخدين الرقم اللي تحت اللي هو الديمينيتور
لازم يتحول يا اما 10 يا اما 100 يا اما 1000. طب ده 200، يبقى انا ما اقدرش احوله غير للبيجر زان، اكبر منه. يبقى عشان احوله ل 1000 اعمل ايه؟ اعمل له تايمز 5. وبقى ده عملت تايمز 5 للديمينيتور، لازم اعمل للنيمينيتور تايمز 5. يبقى ده ايكوال اوفر. طيب احنا كده حولنا الجزء الفراكشن، يبقى معنى كده ان الفراكشن اللي فوق عندي ده يبقى الهول نمبر بتاعتي اهي، وهنا ده اهي ماشي الفراكشن بتاعي. واضحه كده؟ طيب انا عايزه اعمل سوري انا عايزه اعمل عشان ادي 1000. طيب انا عايزه اعمل لل 100، هروح برضو اقف هنا ماشي وابتدي اشوف دي 5، يبقى معنى كده ان انا هعمل بلس 1 على ال 6، يبقى دي هتبقى ايكوال ايه؟ 2.07. واضحه كده المساله يا جماعه؟ طيب عايزه اشوف حاجه مثلا زي حاجه فيها بلس ماشي. طيب لو انا عملت مسألة زي دي بلس طيب وعايزة الناتج اعمل له ابروكسيميت 200، طب بعمل ايه؟ علشان اعمل حاجة زي كده يا ولاد لازم ان انا احط الارقام دي تحت بعض عشان تبقى سهلة بالنسبة لي. طيب في عندي هنا كام ديسيمال بليسز؟ عندي 3 ديسيمال بليسز، ادي تنسز الهندردز الثاوزندس، واقول له بلس واكتب دي تحتيها بالظبط. طب دي 5 7، هنا مفيش حاجه احط الزيرو وابتدي ان انا اعمل عمليه الادنج. طيب هعمل عمليه الادنج زي ما احنا شايفين كده، هتبقى هنا 8. طيب وبعد كده الناتج ده اعمل له الابروكسيميت، برضو اقف عند ال 100 وابتدي ان انا اشوف الناتج بتاعي، يبقى هنا في 8، يبقى معنى كده ان انا هعمل هنا بلس 1 يبقى 27.93. واضحه كده المساله؟ يبقى انا بعمل عمليه الادنج الاول وبعدين اعمل الابروكسيميت بتاعي. طيب نشوف اخر مساله في الليسون ماشي، دي صعبه شويه، شوف كده معايا. ماينس طيب انا عندي هنا 2 فراكشن، طب احنا قلنا اول حاجه نعملها ايه؟ لازم نحول الفراكشن ده لديسيمال. اخد الاولاني ابتدي احوله لديسيمال، طب انا عايزه احول ال 3 اوفر 4 لديسيمال، اعمل ايه؟ علشان يتحول قلنا لازم اخلي الديمينيتور بتاعي يا اما 100 يا اما 1000 يا اما 10. طيب عشان احول ال 4 ل 100 اعمل لها تايمز 25، هنا هعمل بدل ما عملت تحت يبقى اعمل فوق تايمز 25، يبقى دي ايكوال 7 اوفر 100، يبقى ايكوال 7. واضحه كده؟ يبقى انا حولت اول فراكشن بالنسبه لي. تاني فراكشن 5 طيب عشان احول يبقى انا اعمل تايمز 2 وتايمز 2، هتبقى ايكوال عندي الفايفز طبعا زي ما هي هتبقى ايكوال 5 بوينت. واضحه كده يا جماعه؟ خد بالك ان الثاوزن انا بعد كذا من اول هنا، يبقى ادي دي اول ديسمال بليسز، تاني ديسمال بليسز، لسه باقي عندي زيرو كاني بطلعه فوق وبحط الديسمال بوينت. طيب ابتدي بعد كده اعمل عمليه استبتراكشن ماشي اهي، انا عندي هنا المساله لسه هنا اهي. طيب بعمل عمليه استبتراكشن، قلنا ايه؟ قلنا من الاسهل ان انا احطهم تحت بعض،
يبقى انا احطها بالشكل ده واكتب له ماينس 5.38. طيب هنا دي 3 decimal places ودي 2 decimal places، بعمل ايه عشان ازودها؟ احط 0 هنا. طيب وابتدي اعمل عملية الماينس عادي خالص زي ما انا ما بعمل 0 ماينس 8 ما ينفعش، يبقى ما اعمل ايه هنا؟ دي تبقى 4 ماشي اهي، دي تبقى 4 ودي هتتحول ل 10. طيب هتتحول ل 10، اعمل عملية السبتراكشن تبقى دي 2 1 7 2. ابتدي اعمل الابروكسيميت، اقف عند الهندرد، تبقى النتيجة كام؟ 2 7 1. واضحة كده يا جماعة؟ طيب ان شاء الله رب العالمين ده الدرس الاولاني جريد 5. هحط لكم بعض المسائل في صندوق الوصف اللي عايز يحلها ويبتدي ان هو يسألني فيها، مفيش مشكلة، ونتقابل ان شاء الله في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.